يا شاه صبوا ديامي وسقاكم من حياض الصفا جدكم طه شفيع. حقيقة أفي بدين بالحضور في الذكرى بذكرى المرحوم السي محمد ميهوبي. لم تمتد بنا المعرفة لسنين طويلة، عرفته قبل 4 سنوات بمناسبة صدور كتاب ومذكرات المجاهد والمقاوم مولى عبد السلام الجبلي. كان قد حضر يعني تقديم الكتاب في المكتبة الوطنية، ومنذ ذلك التاريخ ترسخت العلاقة بين السي محمد أو المرحوم السي محمد ميهوبي وشخص الضعيف. والشيء الذي أثارني هو شغفه المعرفي واهتمامه بالشأن العام وثقافته الواسعة وأخلاقه الدامثة. أعتقد بأنه من أول وهلة يعني انتسجت علاقة، وكنت كلما حللت بمراكش ألتقي به ويجري الحديث حول قضايا تاريخية وسياسية. أعتقد بأنه كان يبادلني شعور المحبة، وهو الشعور الذي كنت أكنه لشخصه الكريم. تعرض لنكسة وزرته في المستشفى، وأثر فيه ذلك كبير الأثر، وقد عبر عن هذا التأثر من خلال حرصه على اقتناء يعني رواية ربيع قرطبة. والتقينا في فنزاهة في مارس من 2018، وكان حريصا أن نلتئم ونلتقي في فنزاهة كذلك في ترداد. لم يكتب أن نجتمع، وكان حريصا أن يجعل منها مناسبة لالتقاء كثير من رواد شعر المنحور والثقافة الشاملة. أعتقد بأنه كان معلما بكامل الموضوعية، عارفا لتاريخ المغرب الحديث وتاريخ المغرب العميق. أخلاقه جعلته يرتبط بصداقات ليس فقط مع ساكنة مراكش ولكن كذلك خارج مراكش. كانت له أمنية وهي أن يكتب بعضا من مذكراته، وكان مسرورا جدا أن يكتب تلك المذكرات. آخر مرة التقيته بها كان في مايو من سنة 2018، وكان مسرورا أن يخبرني بأنه أتم. هو معلم، وطبعا حينما يموت الموتى لا يموتون حينما يسكنون قلوب من يحبهم. السي محمد ميهوبي لم يموت، فهو حاضر في قلوب محبيه، حاضر في قلوب أبنائه، حاضر في قلوب أحفاده، حاضر كذلك في الذاكرة الجماعية، فليتغمده الله برحمته. جزاك الله. السي محمد الميهوبي المرحوم، السي محمد الميهوبي كان بمثابة الوالد. تعرفت عليه في نهاية الثمانينيات، حين تعرفت عليه في مقهى الزهور اكتشفت فيه ذلك الرجل النبيل الصدوق الغيور على وطنه، الذي عاش مع الحركة الوطنية في مراكش وعرف أصحابها، وكانت له صلة كبيرة بأحد أصدقائه المقاومين وهو السي الحبيب بن موح الذي توفي هو الآخر رحمه الله، ولم يمر على وفاة صديقه إلا سنة ثم رحل هو الآخر إلى دار البقاء. كان بمثابة جسد واحد، وكان السي محمد الميهوبي يتمتع بشيء أساس وهو الذاكرة الحية، فوهبه الله ذاكرة حية جعلته يعني يكون شاهدا على العصر بكل تفاصيله. ناهيك على أنه من الناس الذين عرفوا بالنزاهة وبالعفة وبالزهد في الحياة. له
مجموعة من الخصال الحميدة، أنه كان رجلا اجتماعيا، رجلا عاش مرحلة الاستعمار وفترة الاستقلال وبعد الاستقلال، فكانت لديه رؤية يعني مبنية على المشاهدة وعلى المجالسة، وعقد صلات عديدة مع مجموعة من الشخصيات البارزة والشخصيات التي لها وزنها في المقاومة وفي الحركة الوطنية، مما أكسبه نوع من الصدق في يعني في أحاسيسه، وكان دائما يحلم أن يكون المغرب هذا الوطن بمستوى أحلام أبنائه، وظل يردد هذا الكلام على مسامعي إلى أن توفي. وكنت بين الفينة والأخرى لما كنت أزوره باستمرار في بيته، يطلب مني أن آتيه في البيت في الليل، نتعشى نضحك نحكي مجموعة من الأشياء، كنت أحرضه على الكتابة، لسيما وأنه حينما يتحدث عن قضايا وقعت منذ سنين تحس وكأن هذه الأشياء وقعت البارحة. فأصحاب هذه الذاكرة الحية نادرون، فكنت أحرضه على أن يكتب يومياته ومذكراته، وقد فعل وكتبها باللغة الفرنسية، لكن الموت عاجله ولم يصدر هذه المذكرة، أعتقد أنها مذكرة ذات أهمية، كتبها باللغة الفرنسية لأن له فرنسية عالية النفس. لكن قبيل وفاته كتب كتابا حول أحداث مراكش لعام 1956، حاول أن يعطي فيها تصورا مغايرا لما هو سائد في الأوساط ولما هو يحكى شفويا، لأن الرجل كان يشتغل في الإدارة، يعني كان يشتغل في الداخلية، فكانت لديه مجموعة من المعطيات لم تتوفر للآخرين، ناهيك على أنه يقرأ بالفرنسية، فقد قرأ الصحافة الفرنسية وما كانت تقول عن هذه الأحداث، وألف هذا الكتاب الذي أعتبره وثيقة أساسية في التعريف بهذه الأحداث التي وقعت عام 56، وسيكون لهذا الكتاب شأن لأنه سيدخل التاريخ.